بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد. طيب الله أنفسك.
زيارة السيدة أم البنين سلام الله ورضوان الله تعالى عليها. أزور سيدتي ومولاتي أم البنين الأربعة الذين استشهدوا بين يدي أخيهم أبي عبد الله الحسين، زيارة مني أصالة عن نفسي نيابة عن عم والدي وولدي وزوجي وأهل بيتي وجيراني والمؤمنين والمؤمنات ومن سألني الدعاء وقلدني الزيارة، ولقضاء حوائج المحتاجين ما أكثر الحوائج، ولشفاء مرضى المؤمنين ورحمة بالميتين، وتعجيل لفرج مولانا وسيدنا الإمام المنتظر الحجة، ولنصرة المجاهدين وقبول الأعمال قربة إلى الله تعالى. السلام عليك أيتها الطيبة الطاهرة، السلام عليك أيتها الصابرة الشاكرة، السلام عليك أيتها العالمة العاملة، السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها الرضية المرضية، السلام عليك يا زوجة ولي الله، السلام عليك يا حليلة أمير المؤمنين، السلام عليك يا أم البنين، السلام عليك يا أم العباس بن أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى أولادك الأربعة المستشهدين بين يدي أبي عبد الله الحسين في يوم عاشوراء، رضوان الله تعالى عليك، وجعل الله أعالي الجنة منزلك ومأواك يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله جميعا يا وجيهة، اشفعي لنا عند الله ثالثة يا وجيهة، اشفعي لنا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبحرمة الفاتحة إلى أمواتنا جميعا مع الصلاة على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بوفاة سيدتنا ومولاتنا أم البنين صلوات الله وسلامه عليها. قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، حيث نسمع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه
يذكرنا من يختصه الله برحمته. نقرأ في دعاء الندبة: اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك. بعدين يصل إلى أن بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك فعلمت منهم الوفاء به. بعد أن علم منهم الوفاء فقبلتهم وقربتهم. إذن من الشروط هو الوفاء، ومن شروط كربلاء هو الوفاء، إذ يقول أبي عبد الله الحسين: وأما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي. لذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه أبو الوفاء أشر على بيت الوفاء أم البنين ليستوفي الوفاء في كربلاء بأبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، على محبة السيدة الطاهرة المطهرة زوجة أمير المؤمنين أم البنين أم العباس وأخوته. نوروا مجلسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على أم البنين، هي زوجة المخصوص بهذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كيف تكرم أم البنين يوم القيامة، حيث نسمع أبي عبد الله الحسين يقول: سمعت أمي الزهراء عليها السلام عن جدي رسول الله يقول: ألا أبشرك إذا أراد الله أن يتحف زوجة ولي من أوليائه بعث إليك لتعطيها من حليك. فكيف تكرم هذه الوفية أم البنين، وكيف تكرمها الوفية فاطمة الزهراء حيث ترفع كفي أبي الفضل العباس يوم القيامة، على محبة أم الشهيد أم القتيل أم العطشان فاطمة الزهراء، وعلى محبة أم قطيع الكفين أم البنين. أعيدوها ثانية يرحمكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. واختلف من هم اختلفوا؟ اختلفوا في علي بن أبي طالب، إذ هو الحق، إذ يقول رسول الله: علي مع الحق والحق مع علي، في زمان حيث قعد الكثير من الناس عن علي بن أبي طالب، بقيت الوفية أم البنين في عبيت علي بن أبي طالب، فربت هؤلاء الشباب الأوفياء هم أبو الفضل العباس وأخوته. كيف تربيهم لاحترام محمد وآل محمد؟ لذلك قال صاحب العصر والزمان: الحق معنا فلا يوحشنا من قعد عنا. لذلك هم كانوا مع الحسين وكانوا مع علي بن أبي طالب، على محبة التقية النقية، على محبة أم البنين زوجة أمير المؤمنين قاضية الحاجات باب الحوائج. نوروا مجلسكم وطيبوا أفواهكم وزكوا أنفسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. هذه دارهم تهيج شجون، كيف حبس الدموع بين العيون، جودي بالدمع فوق خدي جودي، هذه دار صحبنا يا عيون. رحلوا والفراق مر وصعب، وبما لا أطيقه حملوني وصلوني دهرا وما كنت أدري بعد وصلين ورحمة يهجروني، أيها اللائمون كفوا ولكن بمصاب ابن فاطم ذكروني. تلك ذكرى تهون عندها الرزايا، فهي من أمهات ريب المنوني، ولا جاء وأنم الأربع الراحة
ولا جاءوا عليهم أرض مثل مني ولا جاءوا وش كثر ونوا على الغبرة ولا جاءوا والله ورفعوا راسي بجهاد الغاضري يلا ولنا لموا البنين ها رفعوا راسي جهايا يا دل غاضري من رجعت زينب إلى المدينة جاءت أم البنين شنو قلت لها قلت لها داراج داراج يا زينب وين ذاك الوقت داراج بقت ظلمة وموحشة داراج داراج عقب عباس منه الإجا وداراج شلت مدللة وصرت سبية يلا ها شلت مدللة وصرت ردت عليها زينب قالت لها يما يا يما يا يما يا يما من جلة الوالي علينا علينا يضربونا وندفع بدينا آه يا شماتة العدوان بينا بينا أخونا نذبح وإحنا نسبينا أخونا نذبح وإحنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين على محبة أم البنين باب الحوائج وتعجيلا لفرج المولى صاحب العصر والزمان أطروا أفواهكم ومجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد مر التاريخ الإسلامي بأزمات وعقبات كثيرة وقد أصبحت هناك خلخلة وحلقات مفقودة كثيرة في التاريخ لأنك حينما تأتي إلى التاريخ اليوم تجد أن هناك عقبات كثيرة وواسعة أدت إلى وجود حلقات مفقودة في هذا التاريخ ولعله من أكبر تلك العقبات التي واجهها التاريخ الإسلامي هو في حياة النبي صلى الله عليه وآله بالدرجة الأولى وهذه العقبة التي هي موجودة حتى في صحيح البخاري التي يعبر عنها ابن عباس بأنها رزية ورزية يوم الخميس هي من أكبر الرزايا على التاريخ الإسلامي حينما منع النبي صلى الله عليه وآله من كتابة الحديث حينما قال علي بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا قالوا حسبنا أو قال حسبنا كتاب الله القرآن يكفي وهذه أول عقبة من العقبات التي واجهت التاريخ ولذلك نحن نجد في التاريخ أن هناك حلقات مفقودة وبدأت بعدها الحلقة الثانية من حلقات منع التدوين وكذلك ماذا حرق السنة وقد حرقت السنة أي حديث اليوم ما يعجب أهل السقيفة يمر عن طريقهم إن أعجبهم ووافق آراءهم كتبوه وإن لم يعجبهم فماذا فعلوا فيه أحرقوه وهكذا تجد العقبات عديدة وكثيرة بدليل أنك اليوم حينما تأتي إلى التاريخ
وإحنا نحن كأصحاب منابر نريد أن نتحدث عن أي إمام من أئمتنا عليهم السلام، لا تجد المادة الكافية للطرح على المنبر باتجاه ذلك الإمام. وهذا مما يدل على أننا ما زلنا 1400 عام نلوك في بعض الروايات التي أكل عليها الدهر وشرب، وهذا مما يدل على أن هناك عقبات كثيرة حصلت في التاريخ، ليس عقبات قديمة وإنما هناك جاءت عقبات حديثة. بعض الاحتلالات للبلدان الإسلامية ماذا فعلت؟ كالتتار والمغول ماذا فعلوا؟ بروايات أهل البيت وتاريخ أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، اليوم ماذا نعرف عن مثلا حياة الإمام الجواد عليه السلام؟ أو ماذا نعرف عن حياة الإمام مثلا علي بن موسى الرضا؟ أو ماذا نعرف عن حياة مثلا الإمام علي الهادي؟ وهكذا بقية الأئمة عليهم السلام. إذن هناك عقبات اكتوى بها أهل البيت عليهم السلام نتيجة السياسات الظالمة التي تعاقبت بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ومن جملة هذه الشخصيات التي اكتوت في التاريخ والتي فقد عنها الكثير هي شخصية وحياة أم البنين صاحبة هذه الليلة سلام الله تعالى عليها. حينما تأتي إلى التاريخ وتستقرأ وتتأمل في حياة أم البنين لم تجد هناك مادة كافية. حينما تأتي إلى ولادتها مثلا، البعض يقول على أنها ولدت سنة 5 للهجرة، والبعض يقول على أنها ولدت سنة 6 للهجرة، والبعض يقول على أنها ولدت سنة 7 للهجرة. شوف هذا الارتباط بالمقدمة، لأنه ما عندنا تاريخ مضبوط لحياة أم البنين عليه السلام. وقسم يقول على أنها 8 للهجرة، وقسم يقول على أنها 9 للهجرة. وأنتم كما تعلمون، مع ملاحظة طبعا، أن أم البنين سلام الله تعالى عليها تزوجها أمير المؤمنين سنة 26 أو 25 للهجرة، باعتبار يؤرخون ذلك التاريخ من خلال ولادة أبي الفضل العباس، باعتباره أنه ولد سنة 26 للهجرة، فيقولون أنها تزوجت سنة 25 أو 26 وكان عمرها في ذلك الوقت 19 عام. مع ملاحظة طبعا أنه أم البنين لم تكن هي أول زوجة بعد الزهراء الأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بل الزوجة الأولى التي تزوجها الإمام علي عليه السلام بوصية من الزهراء هي أمامة، وأمامة اللي هي بنت زينب ابن أبي العاص، تزوج زينب وأنجب أمامة، وتوفيت أمها وأبوها وكان عمرها 8 سنوات في ذلك الوقت، فرباها النبي صلى الله عليه وآله باعتبار أنها تربية النبي صلى الله عليه وآله. ومن هنا أوصت الزهراء بأمير المؤمنين أن يتزوج من أمامة، وهذه هي الزوجة الأولى لأمير المؤمنين بعد الزهراء سلام الله تعالى عليها. والزوجة الثانية التي تزوجها الإمام علي عليه السلام بعد الزهراء اللي هي أسماء بنت عميس، وأسماء بنت عميس أول من تزوجها هو جعفر الطيار سلام الله تعالى عليه، وحينما استشهد تزوجها من بعده أبي بكر، وبعدما مات أبي بكر تزوجها الإمام علي عليه السلام، وهذه هي الزوجة الثانية لأمير المؤمنين عليه السلام قبل أم البنين عليه السلام. والزوجة الثالثة اللي هي خولة الحنفية اللي هي والدة محمد بن الحنفية، ولها قصة طويلة طبعا على عجالة جاءوا بها نتيجة قضية السبي التي حصلت عن طريق منع إعطاء الزكاة للرجل اللاشرعي في حياة أبي بكر في ذلك الوقت، فجاءوا بهم سبايا عن طريق حادثة مالك ابن نويرة، بعث إليهم سيف الله المسلول في ذلك الوقت، فقتل زوجها مالك ودخل فيها في نفس الليلة وجعل رأسه إثفيناً، إثفين يعني هذا الحجر اللي يخلونه تحت القدر حتى يضعون الحطب، ولكنه بالإعجاز ولأنه كان من موالين أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه لم يحترق ولم يتأثر رأسه بالنار. جاءوا بها وأدخلوها في المسجد وهي كانت شابة في ذلك الوقت، فقالت ما فعل بمحمد صلى الله عليه وآله؟ قالوا لها قد مات. قالت وهل له بيت يقصد؟ قالوا نعم، وهذا قبره. عند ذلك التفتت إلى القبر، قالت له السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا أحمد، قد سبينا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقام الزبير وطلحة حتى ألقى بثوبيهما عليها، أرادوا يأخذونها سبية، فقالت أقسم بالله ربا وبمحمد نبيا
يحرم ثمني علي إلا بمن أخبرني في ساعة حملي وساعة ولادتي بما أخبرتني به أمي. عند ذلك دخل فلال الكتائب ومظهر العجائب وباب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين وإمام المتقين، قال: ما هذا الرجف في المسجد؟ قالوا له: سبايا، وإنها هذه امرأة قد حرمت ثمنها على المسلمين إلا من يخبرها في ساعة أمها ماذا تكلمت في ساعة الولادة وفي ساعة الحمل. فقال: لم تدعي باطلا، اخبروها. ثم يلتفت إلى أبي بكر: وأنتم مدعين بها، اخبروها لم تدعي باطلا. ثم دنا منها أمير المؤمنين فقال لها: إن أخبرتك تزوجتك أو ملكتك؟ قالت: ومن أنت المتجرئ دون أصحابك؟ قال لها: أنا علي. قالت له: أنت الذي نصبك رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم وجعلك علما على الناس؟ قال لها: بلى. قالت له: لأجلك سبينا يا علي، إحنا من أجلك نسبينا، ترى كلمة جدا عظيمة. قالت له: لأجلك سبينا يا علي. وإن شاء الله إحنا هاي الكلمة هناك هم يم أمير المؤمنين، قل له: لأجلك غربنا، ولأجلك قد ملئت المقابر الجماعية من أجسادنا، ولأجلك ملئت الأحواض أحواض التيزاب، لأجلك يا علي. فقال لها: إن أجركم غير ضائع، أجركم ما يضيع. فحدثها أمير المؤمنين بما حدثتها أمها في ساعة أو في يوم أو في سنة كان فيها القحط، قد منعت السماء مطرها والأرض خيراتها وإلى آخره. فهذه هي الزوجة التي فعلا تزوجها أمير المؤمنين وأنجبت له محمد، كان يعني من القادة الأبطال الذين حملوا الرايات في معارك أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، وله أحاديث كثيرة وقصة طويلة. يعني أمير المؤمنين ذات يوم من الأيام أنه حينما جاءته زهاء ما يقارب 500 نبلة في معركة الجمل، تراجع قليلا وقال له: هل أصابك عرق من أمك؟ يقول محمد ابن الحنفية: وضع أبي أمير المؤمنين يده على كتفي كأنما السماء وقعت عليه، كأنما السماء وقعت عليه. ثم قال له: تدفي الأرض وتدك، أعر الله جمجمتك، عض على ناجذك، وانظر إلى أقصى القوم، واعلم أن النصر من الله. يخاطب محمد ابن الحنفية. فهذه هي الزوجة الثالثة التي تزوجها أمير المؤمنين بعد الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، ثم تزوج من أم البنين وكان عمرها 19 عام، وكانت من أخلص النساء. حينما تستقرأ كل سيرة هذه النساء التي تزوجها أمير المؤمنين، لم تجد امرأة كانت في قمة الإخلاص والتفاني والذوبان في أهل البيت كأم البنين سلام الله تعالى عليها. لم تجد امرأة على الإطلاق في ذلك الوقت كأم البنين سلام الله تعالى عليها. امرأة كانت في قمة الإخلاص وفي قمة التفاني لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. والروايات طبعا مشهورة، هاي الرواية اللي احنا دائما نقرأها على المنابر، يمكن سامعينها مئات المرات. حينما دخلت على بيت علي أمير المؤمنين قالت له: لا تسميني يا علي باسمي. ووجدت الحسن والحسين في حالة مرض، وجلست وتركت ليلتها مع أمير المؤمنين حتى تمرض ماذا وتجلس مع الحسن والحسين سلام الله تعالى. تساؤل هنا أيها الأخوة، التفتوا لي إلى هذه القضية: متى تزوجت أو متى ولدت أم البنين عليه السلام؟ كما قلنا في الروايات التي تقدمت في المقدمة أنها ولدت سنة 5، والبعض يقول سنة 6، والبعض يقول سنة 7، والبعض يقول سنة 8، والبعض يقول 9. زين، بس خلي ذهنك شوية يمي. تزوجت أو ولدت في هذه السنوات، زين، إذا ولدت في هذه السنوات أم البنين سلام الله تعالى عليها، متى ولد الإمام الحسن والحسين؟ سنة 3 للهجرة، كما تقول الروايات أنه الإمام الحسن قد ولد سنة 3 للهجرة، والإمام الحسين سنة 4، وزينب سنة 5. يعني إنها تكون ماذا بذلك التاريخ؟ تكون أصغر سناً من أئمتنا عليه السلام، مع العلم أننا حينما نقرأ الروايات نصور على أن أم البنين كانت كبيرة جداً بالسن، وأن الإمام الحسن والحسين كانوا أطفال صغار وقعدت وياهم لأنهم كانوا هم مرضى. إن قبلنا بهذه الرواية وقلنا بصحتها من ناحية علم الجرح والتعديل، أنا لا أشكك، ولكنه أقول
إن أم البنين كانت أصغر سناً، إذا قلنا أنها ولدت سنة 5 للهجرة تكون بذلك بعمر زينب سلام الله تعالى عليها. إذا صحت الرواية وهي قطعاً من الروايات الصحيحة وهي خالية من ناحية الجرح في علم الرجال أنها لم تكن مجروحة وهي صحيحة هذه الرواية، نقول إن أم البنين سلام الله تعالى عليها فعلاً ولدت في هذه السنين، ولكنها كانت تنظر إلى الإمام الحسن والحسين على أنهم ماذا بمنزلة الأولاد لها، وهذا لشدة إخلاصها سلام الله تعالى عليها. وبالفعل حينما دخلت أم البنين، شوفوا الكلمة اللي طلقتها وماذا رد عليها الإمام الحسن سلام الله تعالى عليه. سلمت على أهل البيت: السلام عليكم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، هل تقبلون أن أكون في بيتكم خادمة؟ شنو جاوبها الإمام الحسن عليه السلام؟ قال لها: أنت عزيزة كريمة وهذا بيتك. مولانا إحنا من نقول هذا بيتك، تعرف يا بيت هذا اللي قال لها الإمام الحسن هذا بيتك؟ هذا بيت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. جبرائيل كان ماذا يتشرف بخدمة هذا البيت، الملائكة كانت تتشرف بخدمة هذا البيت، بيت أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا. الإمام الحسن وهو الإمام المعصوم يقول لأم البنين إن هذا بيتك. فعلا كانت من أشد النساء إخلاصا لأمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه هذه المرة، وأخلصت لأمير المؤمنين وأخلصت لأهل البيت عليه السلام. وهو من أعظم الدروس التي تقدمها أم البنين لكل شخص يدعي الولاء لأهل البيت عليهم السلام. اليوم إحنا مو ندعي الولاء والإخلاص لأهل البيت، أم البنين تريد تطي درس، تريد تقول اخلصوا تصلوا. اليوم الإنسان إذا أخلص لأهل البيت عليهم السلام، أفاض الله سبحانه وتعالى عن طريق أهل البيت أفاض عليهم ماذا؟ من أنوارهم بلا شك. ولكن إحنا حينما ترجع إلى واقعنا، مع شديد الأسف، ندعي الإخلاص وندعي الولاء وندعي الحب لأهل البيت عليهم السلام. خل أضرب لك مثل. يمكن شفتوا عن طريق السوشيال ميديا، شبكات التواصل الاجتماعي، قبل أقل الشهر رئيس البرلمان العراقي الحلبوسي زار ضريح الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. شوف شنو من صورة، كل الناس اتجهت إلى ذلك الرجل يأخذون معه صورة وأداروا ظهرهم إلى ضريح الإمام الحسين عليه السلام. مع العلم نحن عندنا في الروايات، نحن لا نعتقد بموت الأئمة عليهم السلام، حياتهم كمماتهم سواء كانوا تحت الأرض أو فوق الأرض، نعتقد أنهم يسمعون الكلام ويردون الجواب. تعطي ظهرك للحسين عليه السلام، أي إخلاص هذا؟ ومن هنا تدرك لماذا على أنهما، لماذا الشوف 71 فقط هم الذين ناصروا الحسين عليه السلام. مجرد درهم ودينار في ذلك الوقت تكالبت الناس على قتل الحسين عليه السلام. اليوم تكالب الناس على صورة مع رئيس البرلمان العراقي وأداروا ظهورهم للحسين عليه السلام. شلون تدور ظهرك للإمام المعصوم؟ إذن وين الأدب؟ وين الإخلاص للإمام المعصوم سلام الله تعالى عليه؟ خل أعطيك بعد مثل آخر من واقعنا المعاش اليوم. إحنا هنا في أوروبا، خل يجينا رجل فضائي، يعني خطيب مشهور، رادود مشهور، سواء سيد سواء شيخ أو غيره وغيره، تشوف وجوه بالحسينيات أصلا ما كانت حتى بمحرم ما موجودة، ما أدري منين يطلعون على مود شنو، والله ياخذ صورة مع السيد الفلاني أو الشيخ الفلاني، الله يحفظهم جميعا بحق محمد وآل محمد، إحنا ما نستشكل عليهم. ولكن أنا أريد أن أنبه على قضية، أقول إحنا وين والإخلاص وين؟ أم البنين سلام الله تعالى عليها هكذا كانت مخلصة، ومن هنا تدرك لماذا تأخير ظهور الإمام سلام الله تعالى عليه. ليش تدرك تأخير ظهور الإمام عليه السلام؟ لأنه من شرائط الظهور أنه النظرية والقيادة والقاعدة. هسه أنصح التعبير نقول على الإسلام أنه نظرية، الإسلام مو نظرية لا، ولكنه المادة التي أو الدستور للحياة هو القرآن الكريم، متوفرة في القرآن الكريم، والقيادة متوفرة بالإمام سلام الله تعالى عليه، ولكنه القاعدة ما زالت مفقودة. إحنا ما عندنا إخلاص. الله سبحانه وتعالى ينظر إنا يقول على أن هذه المجتمعات ما زالت غير مستحقة للظهور ولرؤية الإمام سلام الله تعالى عليه. نتيجة ماذا؟ نتيجة عدم الإخلاص الصادق. كلنا اليوم ننادي لبيك يا حسين، وكلنا ننادي اليوم يا ليتنا كنا معكم.
هذا واحد إجا يمكن سامعين بقضية التنور، خلي بالك يمه شوية، سامعين بقضية التنور في زمن الإمام الصادق عليه السلام. من إجا الرجل من خراسان قال له يا ابن رسول الله ما عساك أن تقوم، ليش ما تقوم؟ الظروف مهيئة. قال له وما عساي أن أقوم، يعني ليش يقوم؟ قال له لكثرة أنصارك ومواليك، عندك هواي أنصار. قال له وما عسى أن يكون، يعني إيش قد عددهم؟ كم هم؟ قال له في خراسان عندك 100,000. قال له الإمام صادق متعجب، 100,000 عدي؟ قال له بل 200,000. قال له 200,000؟ الإمام الصادق عليه السلام قال له بلى. وإذا برجل شاب اسمه هارون المكي يدخل على الإمام الصادق، التفت لهم الإمام الصادق قال لهم بالله ما يسجرون التنور، اسجروا التنور. سجروا التنور، نظر إلى هذا الرجل الخرسان قال له يلا تفضل ألقي نفسك في التنور. قال له أقلني يا ابن رسول الله، أم من يظهر الإمام؟ هم عندي مرأة، وهذا يقول عندي أطفال، وهذا يقول عندي تجارة، وهذا يقول عندي متعلقات دنيوية، وهكذا مثل هذا الخراسان. قال له أقلني يا ابن رسول الله، عندي أطفال وعندي زوجة وعندي أولاد وكذا. وإذا هارون المكي يدخل قال له ألقي نفسك بالتنور، قاموا لقب نفسه بالتنور رمل بنفسه. قال له كم عندكم هذا في خراسان؟ إيش قد عندكم؟ قال له والله يمكن هم ولا واحد يا ابن رسول الله. إذن الإخلاص إخواني، أم البنين تريد أن تعطي درس بالأخلاق لنا، بالإخلاص لنا، تريد تقول أخلصوا لأهل البيت عليهم السلام. إحنا مو نستقرأ مجرد الروايات. اليوم أم البنين دخلت وضحت باسمها، شنو الغاية وشنو الهدف على أن أم البنين ما كانت تنظر على اسمها يساوي اسم فاطمة؟ لأنها احترمت فاطمة الزهراء، لأنها قدست فاطمة الزهراء، لأنها ذابت بفاطمة الزهراء، فلذلك قالت لأمير المؤمنين يا علي لا تسميني باسمي. لابد أن نفهم ما هي الغاية من حياة أم البنين سلام الله تعالى عليه. فهي امرأة في قمة الإخلاص، لكن هنا يأتي من يأتي ويقول أنتم أيها الشيعة تدعون على أن أم البنين كانت في قمة الإخلاص، وهي كانت امرأة مخلصة وقد وصلت إلى مراتب عالية جدا في الإخلاص، وهي باب من أبواب الحوائج، وأمتنا أشاروا إلى ذلك سلام الله تعالى عليهم. ولكنها لماذا لم تحضر في كربلاء إذا كانت مخلصة؟ ليش ما أجت في كربلاء؟ وأنتم تدعون على أن أم البنين كانت مخلصة، امرأة مخلصة، لماذا لم تحضر مع الحسين عليه السلام؟ خلي بالك شوي أمي. البعض راد يريح راسه في التاريخ وقال والله أم البنين أصلاً ما كانت شنو؟ ما كانت موجودة. أم البنين توفت قبل واقعة الطف بسنين وماتت وانتهت. ولكن هذا خلاف إجماع الروايات، ومنهم ومن أثبت وجودها هو أستاذ الشيخ الوائل عبد الرزاق المقرم في حياة أبي الفضل العباس قمر بني هاشم، يثبت وجود أم البنين سلام الله تعالى عليها، ويقول بالإجماع على أنها توفيت سنة 64 للهجرة، أي أنها توفت بعد 3 سنوات من واقعة الطف. فأم البنين نحن نقطع بوجودها في واقعة الطف وواقعة كربلاء، هذا أولا. ثانيا أن أم البنين لم تحضر، لو رجعنا بالتاريخ قليلا، خلي شوية نرجع خطوة، هناك سر عند الأئمة المعصومين عليهم السلام من أمير المؤمنين والإمام الحسين يتركون أم البنين في المدينة. من ترجع للتاريخ تشوف أم البنين في حياة أمير المؤمنين ما حضرت معه في الكوفة طيلة 5 سنوات، ما حضرت معه وين؟ في الكوفة، لأن أمير المؤمنين أسس الدولة وين؟ في الكوفة. وترك أم البنين سلام الله تعالى عليها في المدينة طيلة 5 سنوات و6 أشهر حينما استشهد، يعني ما جاب حتى أم البنين سلام الله تعالى عليها وين؟ معاه إلى الكوفة. وهذا مما ينم ومما يدل على أن هناك سرا من الأسرار كان يعرفه الأئمة عليهم السلام، لماذا يتركون أم البنين في المدينة؟ اقرأوا اليوم قرأتوها في الزيارة أن أم البنين كانت امرأة عالمة بأبي وأمي، وأهل البيت ما أرادوا أن يتركوا هذا الفراغ. البعض يشير إلى الجانب العلمي، والبعض يشير إلى الجانب ماذا الإداري، والبعض يشير إلى الجوانب الأخلاقية والعبادية وتفسير القرآن وإلى آخره. أم البنين تركها أمة أهل البيت على مسلم، كما تركها الإمام الحسين عليه السلام في مدينة رسول الله، كذلك تركها أمير المؤمنين. إذن كان هناك سر مشترك بين الأئمة عليهم السلام، يتركون أم البنين في المدينة ولم يأخذوها معهم لا في الكوفة ولا في كربلاء. وهذا من الأسرار التي قد يمكن لا نصل إليها لا أنا ولا أنت.
لأن شخصية أم البنين شخصية عظيمة جدا لا نستطيع أن نفهمها أصلا، وهي من دائرة الاصطفاء الثانية، يعني تالي تلو المعصوم سلام الله تعالى عليه، وهي باب من أبواب الله عز وجل. هذا ثانيا. ثالثا قالوا أن أم البنين الحسين حينما تركها حفاظا على مجموعة من الأطفال لأهل البيت، منها العليلة فاطمة العليلة، ومنهم أولاد أبي الفضل العباس، لأن أبو الفضل العباس كما تعلمون في التاريخ كان عنده 5 من الأبناء وبنت، أكبرهم محمد الذي لم يشر إليه التاريخ أنه استشهد مع أبيه، محمد الكبير، وكذلك القاسم والحسن وعبيد الله والفضل، هذول أولاد الإمام العباس عليه السلام، وترك بنتا أيضا، فتركه الإمام الحسين، ترك أم البنين في المدينة حفاظا على نسل أبي الفضل العباس، هذا واحد من الأجوبة، حفاظا على نسل أبي الفضل العباس وعلى الأطفال، لأن تعرفون أنه نسل أبو الفضل العباس انحدر من عبيد الله، وما زالت ذريته موجودة إلى هذا اليوم. فالإمام الحسين ترك أم البنين لهذه العلة، وهي العلة الثالثة. شوية خل أطي بعد أكثر وأعمق من هذه كلها الثلاثة التي قدمتها، أن الحسين ترك أم البنين سلام الله تعالى عليها في المدينة لأن الثورة الحسينية لم تكن بيده، أصلا الثورة الحسينية مو بيد الحسين عليه السلام، خلنا نفهم أخواني. ومن هنا الشهيد الصدر الثاني في أضوائه على ثورة الحسين يقول: من الخطأ أن نقول ماذا أراد الحسين بثورته، بل لابد أن نقول ماذا أراد الله بثورة الحسين، لأنها الثورة ثورة إلهية والنهضة نهضة إلهية، بدليل أنه حينما رأى جده في المنام قال: بني شنو شاء الله. ها، إذن المشيئة منه، المشيئة إلهية، إذن التخطيط هذا الذي فعله الحسين، أنت أقعد بالمدينة وأنت أطلع وأنت روح للكوفة، كله ضمن تخطيط إلهي، لأن الثورة تخطيطها تخطيط رباني، الحسين نفذها، والله سبحانه وتعالى هو الذي ماذا؟ هو الذي هندس لها، هو الذي دبرها، هو الذي أحكمها، الله سبحانه وتعالى. فالحسين عليه السلام ترك أم البنين ضمن الخطة الإلهية المرسومة لإنجاح الثورة، ولذلك لا شائبة 1% على ثورة الحسين عليه السلام، لا شائبة، لأنها ثورة الإمام المعصوم سلام الله تعالى عليه. وهذه واحدة من خصائص ثورة الحسين، إنها إلهية التخطيط، الله سبحانه وتعالى دون سائر الثورات في التاريخ من وجود الأنبياء وحتى ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، إن ثورة الحسين كانت بيد الله سبحانه وتعالى، وهي إلهية التخطيط بلا شك، والأدلة كثيرة على ذلك. فالحسين حينما ترك أم البنين سلام الله تعالى على ضمن هذه الخطة، وهي الخطة الربانية، أنه تركها في المدينة حتى بعد ذلك تقوم بالدور الإعلامي مع زينب، لأن أم البنين حينما بقت كانت تؤجج ماذا؟ تؤجج المشاعر وتؤنب الضمائر، ولذلك مروان ابن الحكم حيل انزعج من أم البنين وبكاء أم البنين، وهي كانت واحدة من فلسفات بكاء النساء على المصائب وعلى ماذا يجري. دار سلام الله تعالى عليها جعل لها بيتا خارج المدينة سماه بيت الأحزان. فنفس الأمر الذي جرى على الزهراء وانزعاج الظالمين من بكاء الزهراء، نفس الأمر انزعاج الظالمين وحكام المدينة في ذلك الوقت من بكاء أم البنين سلام الله تعالى عليها، كانت تخرج وتبكي على مصيبة أبي عبد الله الحسين سلام الله تعالى عليه، وكان مروان بن الحكم جدا منزعج من بكاء أم البنين، وقد أشارت الروايات أن أم البنين لم تمت موتا طبيعيا، بل إنها قتلت بالسم، وهذا شيء مألوف لدى الحكام الظالمين، أي واحد اليوم ينزعج من عندهم ينزعجون من عنده يدسون إليه السم في ذلك الوقت،
فكانوا ينزعجون. فأم البنين سلام الله تعالى عليها أدت هذا الدور الإعلامي بعد واقعة الطف. وأم البنين لا يحتاج اليوم إحنا نقول إجت وما إجت، أصلاً أم البنين جسدت الدورين، ضحت بأبنائها للحسين سلام الله تعالى عليه، وهذا موقفها في كربلاء وموقفها في المدينة أيضاً، وضحت بأولادها. شوف الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، لا تتذكرون في ليلة أم البنين في محرم في هذا العام الماضي، شوف حديث الإمام الصادق عليه السلام يقول أعطت الأربعة ولم تبالي. اليوم المرأة إذا تطي واحد تبكي علي، مو وتطي اثنين وتطي ثلاثة وتطي عشرة تبكي، ولكن أم البنين سلام الله تعالى عليها أعطت الأربعة ولم تبالي كما يقول الإمام الصادق. المامقاني في كتابه تنقيح المقال، أعتقد هالشكل عنده كتاب، يتكلم عن إخلاص أم البنين، يقول حينما جاء الناعي على الحسين عليه السلام قالت له يا بشر أنا ومن تحت الخضراء فداء لأبي عبد الله الحسين. إيش قد أملك من الأولاد؟ وحقك أم البنين اليوم لو عدها مو أربعة، لو عدها 4 ملايين من الأولاد تعطيهم للحسين سلام الله تعالى عليه ولم تبالي، لأنها امرأة وصلت إلى درجات لا أنا ولا أنت نقدر نفهمها على الإطلاق، مو نوصل لها لا نفهمها ما نقدر. ولك شوف الحوائج كلها اليوم مقضية باسم أم البنين سلام الله. من ما مجرب أم البنين؟ أهل البيت جعلوها باب من أبوابهم، ولذلك ما كانت تبالي بأولادها على الإطلاق. وهذه الصورة يرسمها أحد الشعراء يقول أم البنين وقلبها ما أفجع، ينعى لها الناعي بنينا أربعة، يا بشر من تنعى فصاح بلوعة، لاقى بنوك الغر كل مصرع، والخسف عجل بالطفوف مغيبا، قمر العشير عند شاطئ المشرع، في العين سهم نابت والرأس في عمد الحديد والكفوف مقطعة. قلت لي يا بشر دع ذكر البنين فإنني أرجو الحسين أن يعاد أربعة، أنا ما سألتك عن أولادي، ولذلك حينما جاء الناعي ينعى الحسين، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة، يدار قلش عندك يا بن حذلم من أخبار، تجهر بصوتك والقلب فار، على حسين على حسين قل الصار ما صار، كان هناك طفل صغير على كتفها حينما سمعت بالحسين، يا حسين يا حسين، سقط الطفل من على يدها، تقل بقلبي ما تمك يا حسين ينصاب، وذكرك من يمر الدم ينصاب، وقلبي دون قلبك ريت ينصاب، وخدي دون خدك علو طير. اي والله حينما رجعت بنات الرسالة الى الديار، وجدنا الديار خالية، اولي تقابلا بالنوح والوان والوان، الرباب تعدد الهن وين يبجن، وظل مدور هنو بالحزن يدوان،
ومن بالنوح داما على الوقتين. شوف زينب حينما نظرت إلى الدار تقلها يا دار أهلي أعاين شنب يا عين. عقب عباس أخوي وعقب الحسين نعبيكن والله نعبيكن غراب الحزن. والبين بينما زينب وبنات الرسالة على هذه الحالة وإذا بالباب تطرق قالوا لزينب إن أم البنين واقفة على الدار على الباب تقلن قومن قومن يا الفواطم فكن الباب. اي والله قومن يا الفواطم فكن الباب وتلقن شريتشتنا بالمصاب. هاي ام البنين ونسلنا انجاب راحوا لها شبول اربع حساب وربوا بلبنها طيبين حينما نظرت إليا زينب صحت وأخاه وأبازا. أم البنين شنو جاوبتها؟ قلت الهوى ولداه وحسينا. ويلي أردن شدك يا ضوى العين عن عباس وولاد الميامين أخاف القصر وعن نصرة حسين. اي والله خافين قصروا عن نصرة حسين ويبخ بخجل وجه عند امه يتوسل. تقلها لا لا يا يمه اش تقولين ثلث تنعام من اخوت الطيبين والله وبذلا وجهدهم دون الحسين وشقلك عن ابو فاضل وقبرك مثل حملات حيدايا يا 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 شبليت زينب صارت تبث شكواها إلى أم البنين تقلها طبينا للديوان والناس متجمع من كل الأجناس يهود ونصارى وكفر ورجاس والله ومن شاهدوني مهبط الراس صاحوا يا زينب وين عباس عباس أقول حسين ظل جثة بلا راس. يلا وياي وعباس النف القطعة يا 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 تذكريني باليوث العريض. يا الله بعد هي ليلة أم البنين باب الحوائج والحوائج إن شاء الله مقضي شافي المرضى يحفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان.
نقرأ الآية القرآنية المباركة وتقرؤونها أنتم بأصواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب لقضاء الحوائج بأم البنين، أمن يجيب للحفظ والأمان، أمن يجيب يا الله 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 يا الله، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين، عجل لإمام زماننا بالظهور والفرج، إلهي شافي مرضانا، إلهي ارحم موتانا، إلهي اقضي حوائجنا، إلهي يسر أمورنا، إلهي اعتق رقابنا من النار، إلهي وسيدي ومولاي لا تحرمنا من زيارة الحسين في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة يا أكرم الأكرمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ولمن مات على الهدى والإيمان، أمواتكم جميعا، أرواح كل من لم يذكرهم ذاكر، رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة ومعطرة بالصلاة على محمد وآل محمد.